يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا ممن يحضر هذا الدرس، درس الحموية، وأجد فائدة ولله الحمد، وقد سمعت أن من طريقة العلماء أن يدرسوا الواسطية قبل الحموية، وأنا لم أفعل ذلك، فهل يعد هذا خللاً في منهجية طلب العلم، حيث إني سمعت من ينكر هذا الأمر؟ لا، هذا من باب الأولى، الأولى والأحسن أنك تقرأ كتب المختصرة قبل المطولة، وإذا لم يتيسر لك هذا وجدت فائدة في حضور شرح الكتب المطولة فلا بأس بذلك. نعم.